مساكم شعر، انتو الشعر وانغام الحروف، وللقصايد طعم ثاني في مساكم شعر. لا لا لا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، وبرنامجكم المسائي الشعري الخميسي مساكم شعر اللي ينتظركم دائما وينتظر تواصلكم معنا. اليوم أرحبكم، طبعا أرحب بكل مشاهدينا ومستمعينا، وأيضا أرحب بالفرقة الإبداعية لهذا البرنامج بقيادة اليوم المايسترو معنا الأستاذ معن. وأتمنى أن تكون هذه الحلقة يعني من خلالنا، أقصد أنا كعيضة، أنها ترتقي لهذا المبدع اللي اليوم بيكون إن شاء الله ضيفنا في هذه الحلقة. مثل ما سمعتوا في الإعلانات، اليوم ضيفنا شاعر من الحبيبة والشقيقة سلطنة عمان، هو أحد أهم الأسماء الشعرية في الساحة العمانية، ومن أهم الأسماء أيضا في الساحة الشعرية الخليجية، أحد الداعمين، وهذه ميزة لا تتوفر في الكثير بصراحة، أحد الداعمين للشعراء الشباب وخاصة في السلطنة، له الكثير من المشاركات داخل وخارج السلطنة من خلال مهرجانات وأيضا الفعاليات المختلفة الشعرية والتراثية، أيضا حكم العديد من المسابقات الشعرية خارج وداخل السلطنة، هو مختلف عذب، ومهما تكلمت عنه أعتقد أني لن أفي حقه. أنيق شعرا وهيئة، هو طويل جناح الشاعر العماني الأخ والصديق الجميل والأستاذ عبد الحميد الدحاني. السلام عليكم بعوف، وسعيدين بوجودك اليوم معنا، وجاي وجايب معاك السلطنة بإذن الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سكلة بالنور السعادة بالنور، الله يسلم يا أبو ناصر. تشريف أولا وأخيرا حقيقة يعني لي أني أكون في هذا المكان وفي برنامج قدمة هامة واسم مثل الأستاذ عيضة بن مسعود. احنا نتعلم. الله يبارك فيك. الله يسلمك عبد الحميد. يعني بعوف ما شاء الله عليك، يعني أنا ما أحب تعرف في اللقاءات ما أحب أكون رسمي زيادة، لذلك يعني نبغي نأخذها البساطة أحمدي إن شاء الله. بعوف أنت يعني من الناس اللي صدق قدمت للساحة الشعرية، يمكن أحيانا نحن نجامل البعض ونقول له والله أنت أستاذ وقدمت وسويت كذا، ولكن يكون يعني هو يمكن أقل من كلامنا بشوي، لكن إحنا أعطينا هذا التقدير له. يعني أما أنت بعوف لا، حقيقة قدمت الكثير، اجتهدت في أنك حتى يعني تقف مع الشباب من خلال آراء، من خلال النقد، من خلال الوقوف معاهم، من خلال دعمهم ودفعهم لأماكن ممكن يستفيدون منها، ملتقيات إلى آخره. هذا الشيء اللي قمت به، هل تحس أنه واجب عليك؟ هل حب منك؟ هل يجب على كل شاعر أن يقوم به؟ شوف، أولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في مقولة تقول غرسوا لنأكل ونغرس ليأكلون. جميل. هي هذه في كل المجالات المفروض أنها تكون، نغرس ليأكلون. المفروض. جميل. يعني وأنا ما زلت إلى الآن يعني ما زلت أستفيد من الآخرين، أتعلم، ما زلت أبحث عن الدعم، ما زلت أبحث عن خدمة الآخرين لي. يعني هذا أنت يعني وجودي في هذا المكان أنت قدمت لي خدمة، فيعني الخدمات هذه إحنا كل محتاجين لها، كل واحد يخدم الآخر. إحنا انخدمنا من الشعراء أو من الناس اللي أكبر منا، سواء في الشعر نفسه أو في الظهور. فمن الواجب ان احنا ناخذ بايد الشباب اللي جايين بعدنا، وهكذا والحياه مستمره يعني. صحيح. فهذا واجب يعني، سالفه مثلا الدعم، سالفه الاخذ بيد الشباب، احنا يعني في حاله عدم الاخذ بيد الشباب هو يعتبر تقصير. تحس بلذه
مختلفة. يوم تسمع انه في يوم من الايام يقول لك شاعر، انا والله اول من وقف معاي كان الشاعر عبد الحليم. اكيد اكيد تحس ب يعني بمتعة جميلة ما فيها موضوع الأنا أو أني ما أنا فيها شك. لا هذا الشيء ما هي متعة أني أنا الحمد لله هذه النبتة اللي غرستها مثل ما قلت أنت قبل شوي أصبحت يعني خلنا نقول شجرة مبدعة مثمرة يعني باسقة يعني مثل النخل. والحمد لله يعني هذا العشم في 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 معظم أو في كل الشباب في كل الشعراء المفروض ان يعني احنا هذا الشيء نتوارثه. الشعراء الشباب احيانا يحبون يسمعون، خلنا يعني عشان قبل ما ننتقل لها، يحبون دائما يسمعون من شاعرهم اللي يحبونه قصيده معينه. أيوة. دائما يطلبونها منه. انت عبد الحميد ربعك الشباب هذيل تحس اكثر قصيده هم يحبونها اي واحده؟ جارة الوادي. ليش ما ادري، يعني انا ما اقول لك اني ما مثلا ما أحبها أو ما أحب أقولها، لكن يعني أحس أني قلتها وايد استهلكتها، لكن رغم ذلك حتى أحيانا في نفس الأمسية ممكن يطلبونها مرتين ثلاث يقولوا لي عيدها. بس بعوف أنا أقول لك شيء، ترى أنت كشاعر تعتقد بحكم أنك أنت تقرأها، بحكم أنك أنت ترددها، وبحكم أنك أنت اللي تعيشها حتى يعني، وأنت ما يخفاك هالشيء، معايشة القصيدة وانت تقراها بس مو بس تكتبها، تكتبها قصه ثانيه. وانت تقراها متعبه، خاصه اذا كان فيها احساس صادق وغيره والتفكير وانك تروح لكذا وتروح لاشياء داخليه فمتعبه. مع مرور الوقت تحس انك انت تعبت منها وتحس انها استهلكت وتحس، لكن ترى المستمعين كثر اللي اليوم سمعك وباكر وبعده مو هو نفسه اللي بيسمعك بعد سنة ممكن. لا صحيح هذه نقطة، لكن هو أغلبهم اللي سامعينها دائما يعني ويتواجدوا في معظم الأمسيات يطلب معي أنها ترى أنا كاتبها في 2003 ويمكن أظهرت في 2005 بدت يعني تظهر تطلع، يعني الحين 13 سنة بدت تظهر. هل تعتقد أن أحيانا الشاعر يكتب شيء جميل وبعدها بفترة يكتب شيء أقل جمالا من السابق؟ أي هذا وارد، هذا وارد. يعني مو معناته مرور الزمن تطور الشاعر. هو المفترض انك انت تكتب كل ما جات مرحله تكون فوق، يعني كل فتره انت ترتفع المفروض، لكن احيانا حالك تخذلك القريحه وتنزلك او الحاله تحت او ايوه وتنزل تحت وتكتب نص. يعني انت قبل شوي قاعد تسالني عن الجديد، قلت لك الجديد نص عندي ممكن ما يرقى اني انا اقوله في برنامج وما بقوله ترى بعد. بس احيانا خلاص تحس انك مجبر انك تكمله تكتبه وكذا. احنا بقول للمشاهدين ومستمعين اللي حاب يشارك معانا، مع اني انا عاده اترك اطول موضوع التليفونات، لكن يلا اللي حاب يشارك معانا رقم الهاتف 09 من داخل الدوله 09 أربع اثنينات 3 4 5، إذا 09 22 22 3 4 5، ومن خارج الدولة مسبوق بفتح الخط اللي هو 00971 اللي هو بعد يعدل لي بعد عبد الحميد 00971 9 4 2 3 4 5. نتمنى تواصلكم معنا في هذه الحلقة المختلفة بوجود هذا المتميز المختلف جارة الوادي. بعد حتى هني الأخيرة المرة الأخيرة هني لحقتني بعدها. أنا صار عندي الحين أنا سامعها بس صار عندي فضول مثل ما بيكون للباقيين فضول للمرة الأخيرة عاد. يلا إن شاء الله إن شاء الله تكون المرة الأخيرة ونفتك منها. تقول اخذي السوالف كلها تفداكي واستلطفي ظل النسيم الحاكي، ما قلت أنا يا سيدة أخذ الهوى، وإيش الهوى يا سيدة لولاك، تجرحني الدنيا وتوه بغيها لمن طريت غيابك وفرقاك، أو ما علمت بأنني لولا الهوى ما جف طرفي قبل أن ألقاك، فتوضئي قدري فإني مغرم تاهت شواطئ غربتي تنعاك. الله. ما جبت أدراج السوالف والحكي إلا عشان عيونك ومسراكي، كل الجهات اللي معي تستقبلك قلبي وأعضائي طرفي الباكي، وتجي لغاتي في ضلوع تهزني مجبور قلبي كي ينال رضاك، حتى لساني قام يتعوج معك مرة يقول لك شو ما بالآكل
مره يقول لك وين كنت اشتقت لك تشربكت عقب الغياب اسلاكي، ومره يقول شكون قال لك تبعدي مزيان قربك صدقين ابغاكي. اتعددت لهجاتي وانت السبب شلتيني من وكري الى منفاكي، خبأت اشواقي بداخل معطف انفجرت تسيل على رؤى عيناكي. يا جارة الوادي طربت وعاد لما يشبه الاحلام من ذكراكي، ذكراك مو من طيب قلبي تمرني متمرده يسير تشبه فلاكي. خذي عناقيدي على كيف الغلا وتعمدي طيشي، قسى اشواكي وتمردي في دنيتي يا دنيتي، واخذي السوالف كلها تفداك. الله الله الله، والله انا احرض المستمعين انهم يضربونها ألف مره بعدنا. صراحه جدا جميله، جدا جميله. الله. تحب فيروز كاغاني؟ مش كثير. وش معنى جارة الوادي؟ جارة الوادي، الوادي قصيدة. الوادي عندكم؟ لا، الوادي موجود. اي بس هي قصيدة لأحمد شوقي. صحيح. قبل لا تكون أغنية لفيروز. ولكن قبل لما تسمعها من فيروز يختلف معاك ال، هي كانت عادة عن القصائد المغنية. هي كانت تتردد على يعني آذاننا واحنا صغار في الإذاعة، دائما كانت تتكرر خصوصا الصبح. لا يا جارة الوادي. أيوة. إلى باكر مش اليوم بقى. لا بس سبحان الله هي يعني أذواق أنت ما سمعتها من فيروز؟ وأقول لا سمعتها قلت لك وأنا لا صغير. لا أقصد يعني لما لا لا شدتك. لا لا سامعها من فيروز ولا قارن؟ سامعها قبل وقاري النص كامل أنا جارة الوادي. قبل ما تسمعها أنا أقصد اللي شدك في البداية أنا أقصد فيروز أم النص نفسه كقراءة؟ كسماع كان من فيروز يعني، وقلت لك وإحنا صغار نسمعها، فالنص هذا لما قريته من أحمد شوقي فيما بعد استهواني. جميل. أيوة. لكن مثلا كمتابعة مثلا لفيروز أو عشق لصوت فيروز أو غير فيروز أنا ما من تخيل ما من متابعين الأغاني كثير يعني. تخيل أن الكنترول عندنا مندمجين معانا يقولوا لي قبل فيروز غنتها نور الهدى، محمد عبد الوهاب نور. أيوة. الهدى، ففنانين اساسا قبل فيروز حتى غنوها يعني. ان شاء الله جماعه عندنا متابعين يعني، فخلك يعني. لا ما انا ما راح اقول يمكن يكملون قصيدتك. لا ما بقول اي معلومه يعني عشان تطلع غلط او شيء. لا يقولوا لي انا. اي ادري. طويل الجناح او بالاحرى عبد الحميد الدوحاني، بداياتك مع الكتابة كانت في كتابة أو الكتابة إذا صح التعبير كتابة رياضية يعني بالشعر الرياضي. إيه يعني حاولت ترى تعرف يعني الأطفال أول ما يكتبوا أو يعني المرحلة اللي هي مرحلة ما بين الطفولة والشباب. نعم. تلقى على حسب الميول، رياضة رياضة. شو المتعة فيها؟ من بيسمعك؟ هي ترى شوف انت يعني بعد ما تكتب كنت تسمع؟ انا كنت كان عندي اخوي اللي اكبر مني هو اللي يسمع، هو اللي يسمع لانه ما عندنا احد اصلا، احنا كنا في البيت بس انا وياه وكنا بس. كان في دافع بعد بعوف انك تكتب؟ لا يعني لا ما في اي دافع، ما حد يعرف اصلا، ما حد يعرف اني انا اكتب شعر. انا كنت اضحك على نفسي اقول لو الناس هذا اللي عرفوا ان انا اكتب شعر يعني، حتى يعني سابقا تصرفاتي شكلي ما يوحيني انا اكتب شعر. حد يعني لا عندي تصرفات غريبه يعني انا سابقا و ما زين لانك شاعر عندك هذه التصرفات. سبحان الله يعني انا كنت يعني عكس الناس بس اقتنع اعمل شيء وانا مقتنع من هذا الشيء الى الان يعني. هي نفس الشخصيه اللي الحين عندي ترى سابقا هي نفسها، ولكن مش نفس الشخصيه اللي عانت في بداياتها من حتى الناصح المستمع. كان اللي انا اعرفه عن عبد الحميد انه كان من الصعوبه انك تجد شخص يعني غير اخوك تحتك فيهم ناصحين لك. هو حتى اخوي ترى ما كان عنده المام كثير بالشعر. قصدك انطباعي؟ رايي ايوه انطباعي. بس كان يعني يشجعني. جميل. ايوه لذلك بهدلت استاذ اللغه العربيه عندك. اللي كل يوم وفعلا هو تفاجئ معلم اللغه العربيه لما جانا، احنا ندرس العروض في اول ثانوي هذيك الايام اعتقد. نعم. فهو استغرب يعني يقول انا اول مره بديت ادرس اول مره واحد يناقشني في العروض. سبحان الله. يعني مصري الله يذكره بالخير اذا كان يعيش، والله يرحمه اذا متوفي جزاه الله خير يعني.
كان هو يقسم البيت انا اكمل عنه كفيلات. فهو مستغرب يعني، فقالوا للشباب اللي عندي في الصف يقولوا له يكتب شعر ترى عبد الحميد. سمعنا، وش سمعنا للشعر اللي كتب؟ انا يعني انا استحي اني انا اقوله. فبس الـ يعني سبحان الله الاذن الموسيقيه هذه شغاله عندي من وانا في الصف الثامن اللي هو ثاني اعدادي سابقا. خلاص انا من الصف الثامن اذني شغاله صح، يعني اذن موسيقيه. الوزن عندي. بس كيف قدرت تتقن خاصة في هذاك العمر موضوع العروض وكذا شوي؟ بالفطرة أنا ما كنت. أنت كنت تكمل معاه التقطيع؟ أيوة. إلى وين يوقف يعني قصدك؟ هو حتى من يكتب البيت أنا أقول له على طول أنا بقطع البيت، هو استغرب فيقول لي أنت حط التفعيلات تقصد؟ أي حط التفعيلات وكذا. أيوة. فيقول لي يا ولد كنت تقراها بينك وبين نفسك؟ أنا ليش أنا أسأل هالسؤال؟ لأن أيوة. في كثير من الشعراء اللي وكثير منهم ما وانت ادرى يعني ما عندهم ملمان بهذا الجانب، لكن اللي يبغي أيوه. يعتقد انها صعبه. انت الحين مثال انك انت واحد بالفطره، بس التفعيلات نفسها ايوه هي هو. بس انا يعني كانت تنقصني التن لاني انا اصلا ما اعرف الا هذه، ما مرت علي. فهم قصدك. فاول ما قال هو الايقاع هذا التن والتاء اللي هو الخطبه أيوه. التقطيع على طول أنا خلاص على طول يعني عنده على الأول ما يكتب البيت أعطيه التقسيمة. يقول لي يا ود أنت يعني أنت عايد الصف هذا راسب؟ قلت لا والله سبحان الله شيء من الله يعني. حابب هي شيء من الله يعني سبحان الله. بوفراس مسعود الحمداني ومحمد البريكي أيضا. نعم. صالح الرئيسي حبيبنا. أي والله. وغيرهم لهم يعني. صالح من جيلك لكن يمكن يكون البريك اللي يزعل عليه بعد شوي، لكن الحمداني من الناس اللي قدموا كثير للساحه الشعريه. اشوف هو مسعود الحمداني، الاستاذ مسعود والاستاذ محمد البريكي. يعني انا الفضل الاول بعد الله سبحانه وتعالى علي لهم هذول الاثنين. كان في أمسية عندنا 94 في 95 أو 94 آخر 94 صح يعني تاريخي عندك أنت أفضل منهم. يغشون اللي داخل. هم أول مرة يشوفوني، أنا أول مرة يسمعوا بالاسم. كنا مع بعض أنا والأستاذ صالح. هم كانوا حاضرين كحضور. أي هم موجودين. أيوة الأستاذ صالح الرئيسي كان موجود. كان هذيك الأيام الأستاذ محمد البريكي في صحيفة الشبيبة والأستاذ مسعود في عمان. أول ما انتهت الأمسية أستاذ مسعود الحمداني يقول لي يعني أنت من وين طلعت؟ قلت له من تحت الأرض. كانت القصائد مكتملة موزونة. أي لا 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 هو سالفة الوزن أنا قلت لك من أيام يعني مجرد التوظيف والمفردة يعني تقدر تقول من 84 83 84 ما شاء الله. أنا في الوزن يعني معناته كان عندك كم جيد. أي من أيوه والكلام هذا في 94 يمكن بعد 10 سنوات. فالوزنيا انا متمكن يعني يمكن الامور في الجماليات أيوة والاشياء الاخرى يعني. لكن القصائد اللي كنت انا يعني القيتها في هذيك الايام يعني هو استغرب انت من وين طلعت؟ احنا عندنا شعراء ننشر لهم نكتب لهم. لكن فقلت له انا ما انشر حقيقة يعني ابدا. انا نشرت قصيده واحده هذيك الايام في جريده كويتيه. ابو فراس. ابو فراس قلت له في جريده اسمها الهدف الكويتيه. اتذكرها. ايوه. وقال ليش ما تنشر عندنا؟ قلت له والله ما اعرف كيف ينشروا حقيقه. انا انسان منطوي مع نفسي. وجزاه الله خير يعني اخذ القصائد هذه والاستاذ محمد اخذ مجموعه وظلوا يتناوبوا علي اسبوع ورا اسبوع. فهذا قدمت لي خدمه كبيره يعني. جميل. والى اليوم خصوصا يعني الاستاذ مسعود الحمداني بحكم انه ما زال معانا قريب منا يعني. صحيح. الى الان يعني هو الله يحفظه. امين. يعني ما مقصر معنا حقيقه يعني الكلام هذا انا دائما اقوله قدامه ووراه. دائما يحب ان احنا نكون في المقدمه يعني لدرجة إن لو يابوا أسماء أخرى جات من بعدنا وقدم وهي تستاهل وتستحق
هو شوي يتضايق يقول من المفترض ان انت تكون في الامام دائما. فهي قلت له ترى الحياه تدور تلف ما أنا معني انا ما ابغى ارجع لهالنقطه بس انها يعني يمكن هذا اللي سببت البلبله اللي حصلت قبل كم سنه في عمان بان في فئه حابه تسيطر وتتسيد الساحه. اي لا هو ترى تعرف انت كل واحد يطلب يعني احيانا عشان هو يظهر ممكن يطلع سلبيات الاخرين او حتى الايجابيات يقلبها سلبيات. فهي ما كان في مثل ما تقول انا يعني هم عملوا هذيك الايام مثل الضجه عملوا على انه في شلليه. أيوة. والشلليه اصلا يعني ما تقدر تقول عليها شلليه، تقول عاطفه. العاطفه هذه قد تكون ظاهره صحيه من سنن الحياه اولا، وبعدين العاطفه هذه اللي عند الاستاذ مسعود بالذات انا ما ادافع عنه، لكن ما ممكن انه يقدم شاعر ما يستحق ابدا. كل الشعراء اللي قدمهم الأستاذ مسعود هم شعراء حقيقي. ممكن العاطفة تكون على شاعر جميل على حساب شاعر جميل ممكن. بس. ممكن. أيوة لكن طبعا. لكن لكن للكلمة الأجمل والأقوى. طبعا. يعني ما عنده مجاملة. جميل. خلنا نروح لإحدى أجنحتك يا أبو عوف. شكرا لأعذارك. إيش بقيت لأعذاري؟ كم عذر فيني تداعى وانتهى دوره. شحت خطاوي نهارك جفت انهاري قوي، ولكن خيالي منطفي نوره يشهد لك ترابك انك منقذ لناري، يشهد لك الكون انك اعظم اسطوره زميت بك ليلي وصت بي اوتاري. معاني العشق دونك جات مبتوره، محد لمح صورتك في لوحه جداري، لكنهم شبهوك الشعر لكنهم حصروك الضي والصورة، ولحد قرا سيرتك في دفتر اشعاري، لكنهم شبهوك الشعر وبحورة. البارحة ما نطقتك ذبلة ازهاري، تفاح يصفر طفلي طار عصفورة، لين انبلج ليل فكري وانجلى الساري، وتعوجت من جفافي كل باكورة. يا حمضي يا سكري يا صوت زماري، يا مراية الصبح يا نورة وبلورة، يا بلة الريق يا افشاء اسراري، يا المعجزة اللي تشيل الحي من طورة، يا ثورة العشق تقريري واخباري، يسخن ملفاتي اللي تعلن الثورة، تعال بقراك واتنفسك في داري، واطلق الغيمة اللي جات مغرورة، تعال لي غيمتي طهري وامطاري، نور صباحي باشكاله وديكوره، استغفر الله أبستر جلدي العاري، دام الخطايا تجي لرضاك مكسورة، يشهد لك الشعر أنك ملهم أفكاري، ويشهد لك الكون أنك أعظم أسطورة. الله سلامتك. هل أدب الشعر أصدقاء ولا والله أكذبة قصدي ولا أصدقاء؟ هذه في النص ما بين الصدق والكذب. تراك كنا نقول شيء. الملتقيات في عمان بوعوف ما شاء الله، يعني أنا أقولها الساحة الشعرية في عمان أو وجهة نظر شخصية. طبعا سألني مرة شاعر الإماراتي الكبير سالم الزمر نعم في إحدى اللقاءات زمان أعتقد بالألفين وثلاثة قال لي شو الساحة اللي تجذبك أكثر؟ قلت له الساحة العمانية، فاستغرب قال لي الساحة، هو توقعني أقول ساحة ثانية يعني. قلت له هي الساحة العمانية ولا قصور طبعا في أي ساحة صح. ولا في أي شخص آخر، ولكن أنا من الناس اللي ينجذبون للساحة العمانية، وخاصة أن الساحة العمانية وجهة نظري أنا شعرا أتكلم واهتماما الاهتمام بمعنى الملتقيات اللي موجودة، المسابقات، المهرجانات، ومن ضمنها مهرجان أو ملتقى أوزان للشعر والتراث اللي أنت المشرف العام لهذا المهرجان، وايضا كنت رأسه وكذا يعني، فكنت تديره بشكل مع الاخوان اللي معاك بشكل عام. المهرجان او الملتقى هذا قدم بعوف اسماء كثيره، ويمكن في اسماء ما عرفتها الساحه حتى في الخليج مو بس في عمان الا عن طريق هذا المهرجان، مهرجان اوزان يعني. اتت بعده ملتقيات اخرى، لكن ماذا حل بملتقى أوزان؟ هو أوزان شوف كانت انطلاقه كانت صعبة جدا، وتوقف أظني فترة وتوقف
ما أن عاودنا مرة ثانية، النية موجودة. وهو آخر ملتقى كان في 2016، المفترض أن يكون شهر في 2017 أيضا، والحين إحنا في نهاية 2018، فالسنتين هذا وقفناهم عشان نكون واضحين، يعني قلة الدعم، ما في دعم. يعني قبل شوي لا بأس، كان في حركة ثقافية، كان في حركة اقتصادية، بس بعد ما يعني انتشرت الكذبة اللي صدقها الجميع اللي هي الأزمة الاقتصادية العالمية هذه ألقت بظلالها حتى على الثقافة، حتى على الشعر، حتى الشعراء ما يكتبوا الحين. قالك والله في أزمة. في أزمة. الأزمة الاقتصادية برا يعني شو دخل الشعر، ولكن هو السبب الأول والأخير يعني لتأجيل أو تأخير أو حتى ممكن إلى الآن توقف نقول عليه مهرجان ملتقى أوزان، هي الأزمة الاقتصادية. ومثل ما قلت أنت ملتقى أوزان طلع شعراء، بعد أوزان دخلوا شعر مليون، بعد أوزان طلعت أسماءهم فوق. يا رجل في أسماء إلى اللحظة وهم خلاص صارت تجربتهم طويلة، يعني خلنا نقول معقولة. أول ما يبدأ يكتب في السيرة الذاتية كذا كذا، شارك في ملتقى أوزان، شارك في ملتقى أوزان، يعني يفتخر بأنه يكون أحد المشاركين. أيوة في هذا الشيء، افتخارهم هم أو ذكرهم هم، جزاهم الله خير. بالعكس يعني يحسس أنك أنت قدمت شيء حتى وأنت وقفت، بس أنت في يوم من الأيام سويت شيء. الملتقى ما يشيل نفسه بنفسه، ما يقدر. ما هو الملتقى ترى ما في رعاة ولا أيوة إدارة عادية، يعني أنا بعض من الزملاء بعض من الشباب يعني جزاهم الله خير ما يقصروا في المجهودات الفردية اللي يقوموا فيها، وحتى لدرجة أن أحيانا ندفع من 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 جيوبنا عشان نمشي العملية هذه من خلف الكواليس بدون ما يظهر أي نقص. كانوا يتساعدون معك شعراء ما يقصروا خاصة؟ ما يقصروا. لا شعراء خاصة من خارج الشعراء ولا لازم؟ لا لا لا، شعراء مشاركين، بس في شعراء معينين يعني لازم. جزاهم الله خير، حتى الملتقى الأخير يعني أنا فاجئوني بأنهم كانوا عاملين مثل جمعية للملتقى. يا سلام. أيوة، وهذا الشيء أسعدني، أسعدني كثير حقيقة. جميل. يعني لو بغيت أني أكافئهم مثلا كلهم بمشاركات أو شيء، أنا أقول ما أوفي حقهم لأنهم ما شاوروني أول حاجة، ما قالوا إيش رأيك إحنا نعمل جمعية، عملوا بدون ما، عملوا لي مفاجأة لأن حصلوا أن الملتقى لهم حتى. أيوة. منهم. فجزاهم الله خير يعني نقول على الحركة هذه، لكن إحنا بحاجة لدعم أكثر. والكل يشتكي قبلنا كان أهل القصيد، ليش توقف مهرجان أهل القصيد؟ صحيح، كان معروف و... أيوة يعني نفس الشيء، قلة الدعم مشكلة عندنا في الخليج بشكل عام. يعني الاهتمام، احنا نحب الشعر ونحب يعني التراث ونحب الشيلات وغيرها، ولكن ما نعرف الدعم من وين يجي. هذه بس لاشخاص معينين فقط. خلنا نروح للقصيد ونستمع منك القصيدة قبل ما نطلع مع هالفاصل هذا. قصيدة ثانية يعني؟ قصيدة نعم. والله النوعية ترى شوف القصايد اللي حافظنهم يمكن 6-7 بس، وأنا أقول ما شاء الله شوي وأغبرتك يعني أقول الريال حافظ ما لا شاء لا أنا لا ريال لا ما أحفظ ما أحفظ والله. وآخر قصيدة حافظنها في 2007 ترى، هاي اللي قلتها قبل شوي، شكرا لإعذارك. اللي القصايد الجديدة دائما صعب أبدا يعني، هذا دليل على أن على قبل كان في طلب كثير. لا سمعني سمعني سمعني، لا لا الذاكرة خلاص بدأت تتسكر. لا يا ريال أنت بعدك شاب صغير يا ريال. يلا الحمد لله. ناوي تاخذ بعد واحدة ثانية؟ أشكرك. هذه القصيدة هذه رسالة إلى والدي رحمة الله عليه. الله يرحمه ويغفر له. آمين يا رب. طبعا ما كتبتها كرثاء، الرثاء غير، الأولى هذيك الثانية اللي هي معروفة. نعم. شهبار حنت وراعيها جفا. صحيح. وفارق قفت مطاياه ما قفت كانت رثاء. اي هذه كرثاء، هذه رساله يعني كمخاطبه كانه موجود يعني. اقول ناديتك وكل اللي معي نادي، يا شيخ الارض مد كفك لنا تكفى، ما اذن حارتك والصياح اولادي وجيرانك من المرفا الى المرفا عسى ما شر، اشوف الليل متهادي مع انه في عيونك صبح ما يغفى، وتسألني عسى ما شر وش بادي،
أنا خالي من الآهات في المنفى، أنا ما زلت أنا المغرور بزنادي، وجيت أطفي سراج ما رضى يطفى، أنا ما هز جفني جار في الوادي، ولا صوت النياح بضيق مستشفى، أنا ناصر أبوك الثابت الهادي، أنا الأولى أنا الأقدر أنا الأكفى، أنا اللا بزمن ما يرحم العادي، وأنا الإيه بزمن من قالها قفى، أنا يا مسندي أخ أنت ميعادي، أنا ما زلت في ميعادي الأوفى. الله. على ظهر القوافل عدني حادي، وعلى أصوات المنابر عدني الأصفى، أنا الجلاد اللي كان متمادي، وأنا ضماد الجروح اللي أبد تشفى، أنا ما فشلتني عثرة جيادي، لأن لو طحت رأسي فوق ما يخفى، أنا جزل الكلام بفلسفة الضادي، وأنا شين الشعر والحرف بيدفى، دخيلك يا ولدي وحماي وسنادي، أبي راسك يطاول قبضة العقفة، وأما بعد سلم لي على أحفادي، وراعي الطيب لا يمكن أبد يجفى، وناديتك وأنا تاريخ ميلادي مقيد بك، ولكن رد لي تكفى. الله الله جميل. سلامتك. جميل والله. ما أبغي أطلع فاصل لكن مجبرين يعني. الله يبارك فيك. عموما مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، بنتوقف مع هذا الفاصل، ليس لنستريح من عناء الحلقة ولكن لنأخذ الأنفاس، لأن ورانا شغل جامد. متواصلين معاكم مشاهدين الكرام ومستمعين الأعزاء، برنامجكم الخميسي الشعري المسائي مساكم شعر، معنا طبعا الجميل جدا عبد الحميد الدوحاني اللي متعنا بالجزء الأول من البرنامج، ونتمنى أنكم تكونوا معنا أيضا بمشاركاتكم وتواصلكم في الجزء الثاني عبر هاتف رقم 09-42-345 من داخل الدولة، إذا من داخل الدولة على 09-22-22-345، ومن خارج الدولة مسبوق بفتح الخط اللي هو 00-971-942-345. طويل الجناح طبعا هو الديوان اللي أنا أعشقه للشاعر عبد الحميد الدوحاني، وحاب أسألك بعوف، قبل وبعد طويل الجناح في فرق؟ في فرق. من أي ناحية؟ هو طبيعي كل مرحلة تختلف عن الثانية، لازم الواحد يكون فيه نضج، يعني الفرق ما بين الشاعر والرياضي، الرياضي ينضج ينضج إلى مرحلة معينة، مثلا بعد 30 خلاص يبدأ يتأخر، أو 35 إذا كان مواظب ويحتاج إلى لياقة، بدون لياقة هذا اللاعب ما ينفعك. الشاعر ما يحتاج لياقة، لياقته موجودة، فاللياقة الوحيدة هي ممارسة الشعر، ممارسة الحياة تعلمك كثير. فما أعتقد أنه شاعر كتب قصيدة في عمر 30 سنة يجيك يكتب قصيدة في عمر 40 ما بيكون فرق. إذا ما كان في فرق معناته هذا شاعر جامد. زي ممكن يقول لك أنا قصيدتها مثل 2013 جارة الوادي. أيوة. عن قصيدة اللي قبل شوي ما راضي تعدها. لا هذه يعني بس هي كمرحلة. أنا فهم قصدك بشكل عام. أيوة. أنا بالمجمل العام. ليش ما رضيت أعدها؟ لأن حسيت أنها ما ترقى إلى مثلا المرحلة، مستوى المرحلة اللي أنا فيها. فأنت تقصد بشكل عام. أيوة. المرحلة نفسها اللي كانت قبل لازم تكون المرحلة الأخرى متطورة. إذا ما حبيت أنك ترتفع وما قدرت أنك لا تنزل، خليك على نفس المستوى، عندك ليفل معين تمشي عليه، حاول أنك تصعد حتى لو درجة كل 10 سنوات، تصعد درجة كل 10 سنوات أفضل. فطويل الجناح في 2007 أنا صدرته، القصائد اللي فيه كنا في سوريا على فكرة.
هناك كنا مع بعض بسوريا هناك اعطيتك اياه. فالقصايد اللي في الديوان هذاك يعني في من في اللي مكتوب في 94 95 بس صدق اني الى اليوم اقرا وانا مستمتع. والله هذا من حسن حظي انا. لا لا بجد يعني مش مجامله. انه يعني مثلك انت يقرا لي. لا لا يا رجل الله يهديك. الله يبارك فيك. لكن انا لما ارجع الى الديوان الاقي قصائد ما اقول لك ما تليق مثلا بمستواي. كنت تتمنى لو بالطريقه هذه. ايوه القصائد الحاليه اتمنى انها لو كانت موجوده. بس هي مراحل سبحان أيوة الله. ايوه فهي مراحل مثل ما قلت انا يعني ممكن الحين بعد طويل جناح من المفترض ان اكون صادر الديوان الثالث بعد طويل جناح المفروض يعني على عدد القصايد اللي سويتهم لكن الاهمال يعني يمكن ما اخذ 70% اهمال انا مهمل. والدافع ما له دور والدافع وعدم ليش انزل وعدم التنظيم سوري على الكلمة هذه صار من هب ودب اليوم يقدر ينزل ديوان قبل احنا يوم كان ينزل الديوان يا الله ديوان من يروح يشتريه وتعنا اليوم تعال يفرحون بالتوقيع موجودين بالهب احنا كنا نتعب قبل مثل قبل شوي نتكلم عن الأستاذ مسعود الأستاذ محمد انت تعرف الأستاذ مسعود كان يتصل فيني على تليفون البيت كان هذيك الأيام هواتف ايه نعم. تليفون البيت انا أملي القصيدة وهو يكتبها شوف المعاناة معاناة المحرر انا أملي القصيدة وهو يكتبها مسكين وفي النهاية تنشر القصيدة لعبد الحميد يعني يمكن المعاناة هذه احنا ما كنا حاسين فيها لكن أنا فيما بعد لما مسكت الصحافة 8 سنوات مع أن المسألة سهلة جدا رسالة عادية سابقا رسالة نصية وبعد فيما بعد واتساب توصل لك هذيك اعملها نسخ وحولها على الجريدة تنزل القصيدة كامل أنت ما تعبت فيها أبدا رغم ذلك الشعراء يتكاسلوا يعني ايه نعم والله في النشر سبحان الله ف يعني هذه مفارقات طبعا بس انا بقول لك يتكاسلوا ليش؟ اعتقد الشعراء اصبحوا يتكاسلوا من خاصه الفتره لان اليوم لا وهي نقطه بنرجع لها اي الحين خلاص لكن الفتره اللي كانت فيها المجلات كان يتكاسلوا لان كان في اسماء قويه كانت في اسماء قويه كان في خوف من اني انا أيوة. انزل بينهم ويمكن حتى ما ينشروا لي وفي نقطة بعد مهمة جدا هي أن المرحلة الأخيرة من مراحل المجلات لما طلعت المنتديات والأمور هذه بدأت الأمور أسهل لهم أني أنا بدل ما بهذل نفسي وأطرش حق عبد الحميد أيوة عشان ينشر لي أيوة وبيخليني في ركن القصائد اللي فيها خلل ولا القصائد أيوة اللي كذا لا خلني أحسن أنزل في المنتدى والله الله 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 وأنت مبدع وأنت مبدع مثل ما يستوي عند كثير اليوم فحتى هاي هذا كان لها تأثير بس كان أنا أذكر علي الخوار قال لي الله يذكره بالخير قال لي أول عدد نزل يعني أول عدد نزلت فيه قصيدة له فيه كان في جريدة البيان يقول رحت عند هذيل العمال اللي أشارات المرور أيوة يبيعون جرائد واشتري من كل واحد اقول له اخذ كل الجرائد اللي عندك واروح اوزعها عند ربعي صح يعني من الفرحه صح بان نشرت لك أيوة قصيده وكانت أيوة وسيله النشر هذه ان كانت مجله او جريده كانت تعتبر شهاده بانك انت شاعر انا فعلا هذا يعني يمكن اول قصيده نشر لي اياها الاستاذ مسعود في عمان في جريده عمان كانت يعني اذكر منها بس يمكن كلمتين ثلاث تقول مثلك انا حلمي تبخر وانشوى هاي بدايتها مثلك انا حلمي تبخر وانشوى بس بعدين ما حافظ القصيده انا بس اذكر هذا الشطر منها حتى الى الان في مخيلتي يعني هو ما نزلها بشكل عمودي نزلها كذا بشكل مايل والله ما زالت في بالي يعني نزلها بشكل مايل وطبعا خبرني انها راح تنزل في اليوم الفلاني فعلا يعني ما صدقت اشتريت ما ادري اعتقد يعني مجموعه من الجرائد نسخه في البيت نسخه هذا الدافع ترى في المدرسه نسخه هذا الدافع بعرف وانا كبير مو بالصغير هذا الدافع اللي يخليك يعني انا نشرته عمري 25 سنه فيعني كنت رغم ذلك يعني حسيت انه في شيء مختلف في حياتي اني انا انشر في جريده يقروها الناس جميل عاد احنا اللي ويانا الحين على الهاتف من الناس اللي كل يوم ما شاء الله شغال في السوشيال ميديا
كل شوي حاط لي فيديو مصور عمره ويعد قصيده وبركز بعد صح زين. فبالتالي من الناس اللي ما همهم ابتعاد المجلات الحبيب اللي معانا. الو السلام عليكم. حياك الله يا ابو ناصر، مساء الخير. اشتغلنا فيك قبل ما تبدا عاد. ولي عبد الحميد الدوحاني، والله انت ضارب ضربه اختباقيه يعني. طبعا معنا الشاعر العماني الجميل عبد العزيز العميري. نرحب بك حبيبي عبد العزيز، وفيديوهاتك اقول لك واصله حتى يوم مسافر بعد مره بعد برا. حبيبي حبيبي يا ابو ناصر، والله انت الاجمل يعني. واليوم هذه مفاجاه صراحه ساره، يعني انا جدا مبسوط انه معكم عبد الحميد الدوحاني. جميل عبد يعني الحميد يعني عبد الحميد وياك عاد ابو سعود. يا ابو عوف حياك الله ابو عوف. يا هلا حبيبي، ايش اخبارك؟ يعني لنا فترة ما التقينا، واليوم اجمعنا ابو ناصر، انا اعتقد انه من الليالي التي لا تنسى. جزاه الله خير يعني ابو ناصر، وان شاء الله قريب بتجتمعون مرة ثانية يوم بتكون ضيفي. ان شاء الله. لا انا واعدك ابو ناصر، مع وعدي يعني. حبيبي لا وين وعدني بعد ابو عوف، وعدني كان فاتح لايف في الانستغرام. ايوه وعد، انا شفت طلع لي لايف، قلت يلا فرصة خلنا ندخل عنده، وقعدت اسولف انا وياه، وصارت الدعوة على الهواء، وصار كل شيء على الهواء، واتفقنا على الهواء. سبحان الله. ابو سعود انت ما غايب تراك عن لا عن العين ولا عن القلب. الله حبيبي حبيبي. اي لانك مثل ما قال ابو ناصر دائما شغال. والله بعدني امس مصادفنك يعني، ما شاء الله في فيديو في بيتين، كل واحد كل بيت اجمل من الثاني يعني. بس الخوف انك تستمر على بيتين وثلاثه وتغيب ماهيه القصيد الطويل اللي كنا سويناها نسمعها عليه بصراحه احنا يعني. حتى سويناها كنا صح. لا هذه مشكله، هذا شيء يخوف، لو انه ابو سعود ما ينخاف عليه يعني، ينخاف منه. حبيبي حبيبي. لكن انا والله مستمتع بحديثكم على فكره يعني. الله يبارك فيك. حديثكم جبتوا على ذكر الصحافه والاعلام وبدايات النشر، الواحد وده يستمع وما يتداخل معاكم، بس لا بالعكس بالعكس الحديث. بس عبد العزيز تحس ان وسائل الاعلام خدمت اليوم يعني، سوري وسائل التواصل الاجتماعي خدمت اليوم الساحه، ولا يعني اكيد انه مو بكل شيء ايجابي، ولكن هل هي خدمت بنسبه اكبر الساحه الشعريه؟ والله هي ابو ناصر انا اعتقد انها سلاح ذو حدين يعني، على كثر ما خدمت ربما يمكن في السابق، او انتم تتحدثوا عن صعوبه النشر في المجلات وفي الجرائد كذلك، وربما الكثير من الاسماء يعني خاصه في فتره التسعينات فتره ازدهار المجلات خليني اسميها، الكثير من الأسماء كنا فقط نقرأ لها من المجلات. اليوم يمكن مواقع التواصل الاجتماعي أتاحت لنا فرصة أكبر للاقتراب من العديد من الشعراء، وإن كان يعني ظهرت موجة من الإثفاف خليني أسميها والتفطيح للقصيدة، فعلى كثر ما هناك يعني موجة من الغث في القصائد، هناك أيضا في نصوص حقيقة إبداعية، وفي شعراء عادوا من جديد بسبب السوشيال ميديا. فالسوشيال ميديا أنا أعتقد أنه علينا أن نأخذها كجزئين، جزء إيجابي خدم الشعر، والجزء الآخر يعني أعتقد أنه نتركه للزمن. الزمن كفيل بغربلة التجارب، كل تجربة لا تقوم على أرض صلبة أنا أعتقد أنها مصيرها إلى النسيان، والشعر الحقيقي هو الشعر الذي يبقى في الأرض كنخلة شامخة في الذاكرة. جميل، أنت محضر؟ لا تقول لي شعر ارجوك. لا ما شعر، الكلمه اللي قلتها هذه كلها انت محضرها؟ اقول لك خلينا نحسد خلينا نحسدك على الهواء. لا حبيبي والله وانا عارف الحديث معكم. حبيبي عبد العزيز، ما ادري يعني تعرف انت عبد الحميد معاكم وكل شيء يعني يدعو الى العطاء والشجن والحب والجمال والشعر. الله يسلمك حبيبي. بس عبد العزيز يعني ظهورك المستمر، ما اقول عليه المتقطع، ظهورك المستمر في وسائل التواصل اكثر شيء في الانستغرام، هذا ما اثر عليك انك انت ما كتبت نص متكامل من فتره؟ طبعا انا اتفق معك ابو عوف، يعني يمكن
مسألة المحدودية سواء فترة زمنية أو حتى في التغريدة في تويتر، يعني يبدو أنها هي أجبرتنا عن على البيتين والثلاثة. ولكن ربما البعض أيضا أو من خليني أسميها من الأشكال الكتابية حاليا اللي ظهرت في القصيدة الشعبية، وهي تحولات من قصيدة عمودية إلى قصيدة تفعيلة إلى قصيدة قائمة على الومضة الشعرية. يعني حتى البيتين أحيانا، لا أعني نفسي وإنما العديد من الشعراء، أحيانا تقرأ لهم بيتين شعريات وهي تساوي قصائد. فيبدو أن العبرة الآن في مسألة الاختزال والتكثيف، لكن هنا بيكون في ضياع للشعر. والله القصيدة المكتملة أنا أعتقد أنها تأثرت، يعني أيوة. اليوم أصبحت نصوصنا مبتورة حقيقة، يعني ما عاد يمكن مثل ما كنا زمان، يمكن كنا نحرص على أن نكتب نص مكتمل وكانت المساحة المتاحة هي الجريدة أو مجلة شعرية، أيوة. فلا بد أنك تكتب نص مكتمل. لكن الآن كلها هذه كما سهلت عملية النشر، هي أيضا أنا أعتبرها تحول، أثرت على تحول في الشكل البنائي للقصيدة. يعني في شعراء ترى ظهر، يعني مثلا حسين بن سودة مطلع ديوان اسمه 140 حرف. أيوة. اسمه 140 حرف تغريدة، يعني اللي هو أيوة. تغريد، لأنها أيوة. يعني عبارة عن تغريدات من أيوة. التويتر. ديوان كامل فعلا ممكن، يعني ماخذها بيتين أو ثلاثة أبيات أو أربع أبيات ماكسيمم يعني. أيوة. ولكن هاي ظاهرة سابقة حتى عبد العزيز، اللي هي الرباعيات مثل رباعيات خيام وكذا. فالرباعيات حتى موجودة بعوف، يعني ما أضرت في، صح أنها تفقدك شوي لياقة شعرية على أساس أنك ما تكتب قصيدة كاملة، لكن كانت موجودة النشط الطويل. ما أدري، أنا ممكن ضد هذا الشيء. أنا مش معه، أنا بعد ضده. أيوة. أنا مش معه، أنا نفسي بجد والله، بس أنا أقول لك إن الظاهرة هاي موجودة سابقا حتى قبل السوشيال ميديا، ولكن هي بالنسبة لموضوع البيتين والاختزال، أنا عن وجهة نظري أتفق فيها مع أو تتفق مع وجهة نظر أبو عوف في إن، ومثل ما أنت حتى اتفقت ويا أبو عوف في إنها قللت حتى اللياقة الشعرية في كتابة قصيدة كاملة، صرت تحب الاختزال والتكثيف، لأنها أول شيء سريعة، وثاني شيء تحفظ بشكل سريع، بعد أنك تقدر هالبيتين خلاص تنحفظ في يوم فلان قال هالكلمتين، لكن ما حد يحفظ اليوم قصيدة كاملة مثل زمان يعني. صح. بعد لها دور لكنها سلبية في النهاية يعني. عموما بس لا تحرمنا من نصوصك المتكاملة يا لا يعجبني يوم يحط التليفون ويركز بعد يعدل يركز ذاك زين تاع الهواء بعد يعدل ضروري يا حبيبي عبد العزيز، انت جميل بكل حالاتك يا ابو سعيد. سعيد سعيدين بسمع صوتك يا ابو سعود، وان شاء الله ان نكون دائما متواصلين باذن الله. يعطيكم الصحه والعافيه، والله اسعدتوني انتوا الاثنين جميعا. الله يبارك فيك. وانتوا الاثنين بالذات تعرفوا كم احبكم، يعني جزاك الله خير، واحنا كذلك احبك الله لنا تشريف طال عمرك. شكرا لكم وللإمارات الحبيبة. الله حبيبي وأنت كذلك حبيبي، جزاك الله خير. هل في مجال أنها ترجع المجلات؟ أم تعتقد أن هذه الظاهرة خلاص؟ لا ما أعتقد يعني هو في مجال أنها تختفي كل المجلات حتى العادية. أيوة راح تختفي يعني خلاص، صحف مع الأيام ستتلاشى. شوف قبل فترة كنت مسافر رايح الكويت، أعتقد آخر مرة كنت في الطائرة في جريدة قدامي، والله فرحت لما شفتها. تصور لأي درجة يعني وصلنا، فقدناها الجرائد موجودات، لكن سبحان الله ما نقرأ ما نشتري، خلاص كل شيء عندك في التليفون، كل شيء عندك تسمعه. فيات عيني على الجريدة فوق الكرسي في الطائرة، يعني حسيت بنشوة غريبة، جريدة من زمان ما شفت جريدة. شلت الجريدة هذا وقعدت يعني أقرب بدون سعي، لأن يعني فقدنا شيء ثمين بأمان. يعني كانت الجريدة، أنا ما أتكلم عن الشعر، أتكلم عن الجريدة بشكل عام، الصحيفة. إحنا محتاجين كنا نقتنيها أحيانا بعض الأحيان. الصحيفة هذيك ما تهون عليك أنك أنت تودرها إذا ما قريتها من أول صفحة إلى آخر صفحة. سبحان الله. ما شرط أنك تقرأ كل ما فيها، لكن على الأقل تمر على العناوين، تمر تعرف وش اللي صار من خلال هذه الجريدة. جميل. أصبحت ما لها قيمة. صحيح. بعوف قبل ما نستمع القصيدة، أعتقد
في اتصال ناخذه، كنت بسمع قصيده ولكن عشان ما نطول على المتصل. معانا 140 حرف. سبحان الله سبحان الله، يعني توني طارح الموضوع. معنا الشاعر المبدع والاخ العزيز الاعلامي حسين بن سوده. السلام عليكم ابو حمدان. السلام ورحمه الله. كيف الحال ابو حمدان؟ الله يسلمك، سعيد سمع صوتك حبيبي. والله انا سعيد اكثر، يعني انا برنامجكم ما يتفوت وضيوفكم المبدعين، يعني بعد نحرص على متابعتكم. حبيب والله حبيب. ومسي بالخير على اخي عبد الحميد المبدع الجميل. يا مرحبا استاذ، مساك الله بالخير. حسين سبحان الله، بالصدفة قبل شوي جبنا سيرتك على موضوع، كنا نتكلم عن السوشيال ميديا وكيف اثرت قومبو بيتين، قلت لهم حسين بن سوده مسوي ديوان 140 حرف. انا توحقت في الديوان بالحقيقه، صار 240 الحين. يعني لازم ديوان ثاني، لازم رقم 2 الجزء الثاني. الله يعطيك الصحه حسين، شو اخبارك؟ ان شاء الله طيب. سعيد بسمع صوتك حبيب. وانا والله سعيد جدا، و يعني فرحت يوم موجود استاذ عبد الحميد من الشعراء المجددين والمبدعين. الله يبارك فيك. السلطنة لها أثر كبير ما شاء الله. بالعكس، نعتز ونفتخر أن نعرف مثلك يا أبو حمدان. حمدان مسكين رجل، يعني أيضا يتعب ويجتهد، دار نشر إلى منتديات إلى وشوف سبحان الله، أغلب يعني حتى إذا أنت تسمعني أبو حمدان، أن حتى يعني كثير من اللي ماخذين هذا الهم اني انا ادعم، اني انا اطور، اني انا اغرس، اني انا ازرع، اني انا ابذل. لا لمست فيه انا، عاشق لا كثير منهم اقصد انهم مبتعدين، الاعلام ما يعني مش الاعلام، الضوء مو بواصل لهم، خاصه من الناس العاديين ما شايفينهم. اللي يشوفهم الشاعر اللي موجود في الساحه، اللي محتك في الساحه، ولكن هم اكثر ناس يمكن يتعبوا في الساحه، واكثر ناس يخدمون الساحه يمكن. على كل حال هو كفاح في الفترة الحالية، أي شاعر يبرز في الفترة الحالية يعتبر أنه جدا ناجح ومكافح، لأن اختلف الوضع عن الفترة السابقة. مثل ما تعرفوا كانت الساحة في عصر الذهبي تقريبا من 2002 إلى 2008، وبعد ما أصبح الشعر يعني أو الشعر العرض أكثر من الطلب، أصبح الوضع مثل ما أنتم شايفين حاليا. يعني أنا أشوف الوضع صار فيه تدهور، يعني بأمانة، مش بس في الإمارات أو في الخليج بشكل عام، حتى في الدول العربية، يعني الملاحظ أن الشعر بشقيه، يعني الفصيح والشعبي، يمكن الأمور اللي حاصلة حوالينا، يمكن الأزمة الاقتصادية. قال الأزمة الاقتصادية ما تدري يعني والله، لكن الشعر تحول الى استهلاكي في المقام ضمن الثقافه الاستهلاكيه اللي فرضتها التقنيه الجديده. يعني صحيح صحيح صحيح، اصبحت الكتابه اصبحت انيه، يعني ما في حد يكتب مثلا الشعر يخلد اسمه ولا يبقى في التاريخ، اذا في موضوع معين علق عليه بيتين ولا كتب قصيده في مناسبه، اصبح هذا الوضع حاليا. حبيب انا خاف حتى بمساكم شعر نسكره بعد فتره. لا اصلا خامدين ما شاء الله. حبيب يعطيك العافيه ابو حمدان، وما قصرت على اتاحه هالفرصه ان نستمتع بهذه المداخله الجميله. الله يطول عمرك، وانا سعيد جدا يعني بمشاركه دائما معكم. حبيب واحيي اخوي عبد الحميد من جديد، الله يعني. لو ندري انك انت بتكون ويانا اليوم كان يبنى ابو عوف من زمان، يعني الله يبارك فيك. حسين يا دوب يعني يلاقي فرصه ليشارك مسكين. جزاك الله خير يا ابو حمدان، ومشكور ما قصرت. شاعر حسين، شاعر والاعلامي حسين بن سوده، شكرا حبيبي. شكرا، الله يسلمك. مع السلامه ابو عوف. خلينا نسمع قصيده من التليفون، لانه خلاص خلص الحفظ. ايوه لا وفي مخزن بعدين اثنتين ثلاث موجودات. دنيا الولا، هذه من النصوص الأخيرة اللي كتبتها على عجالة. يعني حسك مش راضي كثير عن كتاباتك. أيوة. الأخيرة فعلا. يمكن مش بقول لك ضيق الوقت وكثرة المسؤوليات،
والتفكير صار مش محصور على النص اللي قاعد تكتب فيه. أيوه. انت بعد مش جزء منه شيء يعني شابه. باستثناء القصائد اللي كتبتهم في الوالد وفي الوالدة رحمة الله عليهم الله يرحم، هذه نصوص مختلفة أكيد لها أيوه. وقع آخر. أيوه النصوص الباقية أحس أنها عابرة، أو يمكن ما أقول لك ما تمثلني، لكن تتمنى كنت أفضل. أيوه أيوه ما تأخذ الهوية اللي أنا أنتظرها يعني. فهمت قصدك. نعم. فهذه واحدة من الضحايا، ولكن في النهاية قصيدة هي. أنت ذكرتني بهذيل اللي يطلع من الامتحان ويصيح شو فيك جايب 99. يا ليت والله يا ليت. تقول دنيا الوله تسحب علينا مشاوير، ما حركت فينا سكون الأماكن، تسحب علينا الليل وتنبه الغير ويهيج جرح بين الأعماق ساكن. أحتاج لك حاجة عطش وارد البير، وردني قلبا من الهم داكن. خذ ما تبي بس اترك القلب يا طير، ترى معاليقي وراكي تباكن. خلقت مني عاشق يهيم ويغير، وخليتني خلف المجانين راكن. يا طير وش لك تنبش الجرح والطير، لبستني عشق المواليف، لكن تركتني عاله بدون أي تفسير، ألوث ما بين العراء والمساكن. أصبح على عمر الشقاء والتفاكير، وامسي على صدع ضجيج الأماكن. الله سلامتك. الله. كان في طير؟ إيه. أبو عوف خلنا ناخذ هذا الاتصال على 09-4-2-3-4-5. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أهلين أختي، هلا والله. شرفينا وعرفينا أم محمد. والنعم أم محمد. حيك أستاذ ناصر وحي ضيفك الكريم. الله يسلمك. مساكم عيد وكل عام وانت بخير. وانت طيبة إن شاء الله. وإن شاء الله كل عام يعني من عام لعام، وهذا برنامج كارتقاء وتميز وتقدم. جزاك الله خير إن شاء الله. عندي بس سؤال واقتراحين للبرنامج إذا في إمكاني. تفضلي. السؤال أوجهه للضيف الكريم. ذكرت حضرتك يعني في معرض حديثك كيف أن مسيرتك الشعرية تطورت بمتابعة يعني أحد الأساتذة، ومن جهة أخرى يعني بعض الشعراء المتميزين الذين أخذوا بيدك وشجعوك. فماذا يفعل من لا يجد يعني من يعينه على تطوير شعرك والرقي به؟ وهل تعتقد يعني أنه بإمكان الشاعر المبتدئ أن يطور من قدراته وموهبته الشعرية ذاتياً من غير يعني مساعدة ومساندة من المتميزين في الشعر غيره؟ هذا سؤالي للشاعر. ما أدري يعني هل يجيب عليه ولا يجيب عليه أفضل. يجيب عليه أفضل. أولاً مساك الله بالخير وسؤال وجيه. شوف الملاحظة اللي أنا بقولها يمكن أنت ما ركزتي معانا. أنا 10 سنوات ما التقيت بأي معلم ولا أي شاعر كان يساعدني مثلا في الكتابة، ولا أي واحد كان يعدل لي. فكنت يعني أنا يعني اعتمدت على نفسي. لما وصلت إلى الأساتذة اللي تكلمت عنهم حصلوني يعني مثل ما تقول مثل المفاجأة، مثل شاعر ناضج لدرجة يقول لي أنت من وين طلعت. هذا سابقا، هالكلام هذا يمكن قبل اكثر من 25 سنة. الحين من السهل ان الواحد انه يطور نفسه. في دروس على اليوتيوب، في دروس، في كتب شعرية، في قصائد شعرية، على يعني اسهل الطرق ان الواحد يحصلها. يعني ممكن يطور نفسه ويعلم نفسه ويدرب نفسه. الفرق ما بين يعني الجيل السابق والجيل الحالي، أنا ما واجهت أي معلم أبدا. الوالد الله يرحمه كان يكتب شعر، لكن أبدا ما وضح لي. يعني اكتشفت بس في 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 مرحلة متأخرة أنه كان فعلا يكتب شعر وكان يحب الشعر ويستمع. أنا اللي عارف أنه كان يحفظ بس، لكن ما أعرف أنه كان يكتب. ما في يوم من الأيام مثلا نبهني على نقطة وقال لي كذا وكذا. اللهم أنه بس كان يفتخر فيني، وهذا شيء يعني دفعني إلى الأمام.
فيا أختي إن الشاعر يطور نفسه بنفسه هذا من باب أولى. يعني تطوير الذات خصوصا في الشعر الآن يعني في المراحل السنوات الأخيرة هذه أصبح سهل جدا جدا، يعني من 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 السهل أنك أنت تحصل معلم ذاتي عندك. جميل. أنا جزاك الله خير على الإجابة، لكن لي إضافة يعني بسيطة بالنسبة للوضع اللي يعني مرت في حضرتك، يعني قد لا يمر فيه كل الشعراء المبتدئين أو مروا في أو مروا في الشعراء أيضا السابقين، لأن يعني ممكن يكون عند الواحد مثلا موهبة كبيرة يعني قدرات يعني قد يعتمد على نفسه، لكن في كثير من الطاقات أو القدرات الفردية أن ممكن تختلف، يعني تحتاج إلى من يعني يساندها، ليس بكتاب الشعر بحد ذاته، لكن يعني مثلا في يعرض عليها بعض الأسئلة، يشكل عليها بعض الأشياء، تحتاج من يقيم مثلا شعرها بين فترة والآخرة حتى تنمو. وهذا ما لاحظنا في كثير من عند كثير من الشعراء، أنهم ذكروا أنهم أيضا يعني أعانهم كثير من الشعراء الآخرين المتميزين يعني غيرهم. فهذا لا، الفترة الحالية ما على اسمحي لي، يعني الفترة الحالية ما في أي معاناة. أنت ممكن الحين توصل إلى أي شاعر أو أي شاعرة بكل سهولة، يعني مثلا في صفحات في تويتر، في حسابات في تويتر، في حسابات في الانستغرام، في منتدى شاعرات الإمارات في الإمارات. أيوة، اللي مريم النقبي، في منتديات فيها شاعرات، منتديات للشعراء، يعني هذه ما يقصروا المجموعة هذه، ما تقصر أبدا أبدا. الأستاذة مريم النقبي اللي ذكرها أبو ناصر، يعني هذه ما شاء الله عليها ما تقصر أبدا مع الشاعرات، ودائما تنظم أمسيات للشاعرات. الشاعرة إذا كانت مثلا مبتدئة مثل ما قلت، إذا هي ما ظهرت طبعا ما حد يقدر، ما حد يعرف، ما حد يكتشفها إذا هي ما ظهرت نفسها. لكن لازم من المغامرة، لازم من التقدم ولو خطوة واحدة. يعني ممكن تعطوني رقم فلانة، ممكن أتوصل إلى فلان. الحين أصبحت المسائل سهلة جدا جدا، خصوصا الشعراء والشاعرات، يعني كلهم عندهم صفحات، حتى وإن كان باسم مستعار أنت تعرف الصفحة هذه لشاعر معين. جميل. فهذا يعني جميل. اللي بغيت أقوله. الله يجزيك الخير. عند المقترح اللي أريد تفضلي أقترح للأستاذ أبو ناصر، أقترح إصدار مؤلف يحوي أجمل يعني قصائد الشعراء اللي شاركوا في برنامج مساكم الشعر من بدايته، ويكون يعني مرفق بتسجيل صوتي لهذه القصائد حتى يستنى يعني الآخرين الاستفادة منها. فكرة جميلة. المقترح الثاني أيضا الله يجزيكم خير، أقترح تشجيع المشاهدين على نظم الشعر من خلال يعني طرح بيتين من الشعر في بداية البرنامج، ودعوة المشاهدين لمجاراة هذين البيتين، يعني بيتين آخرين أو ثلاثة من نظمهم هم يعني، والإعلان قبل نهاية الحلقة عن أفضل بيتين في مجاراة من حيث يعني الوزن القافية والمعاني والصورة من باب التشجيع. وكل الشكر أقدمه إلى حضرتك أستاذ أبو ناصر وإلى طاقم هذا البرنامج على الجهود المتواصلة يعني طيلة السنوات الماضية يعني ليخرج هذا البرنامج لجميع المشاهدين في أجمل حلقة في كل مكان. جزاك الله خير أختي أم محمد، ومشكورة على المقترحات هذه الجميلة. وجميل هذا المقترح، خاصة مقترح ديوان الشعري، وحتى مداخلتها وسألتها كانت جميلة، جزاها الله خير. هذه مثل هذه المداخلات يعني احنا نحتاج لها كثير في برامجنا لأنها تثري. نعم بأمانة، يعني احنا احيانا نعمل محاضرات او شو يسمون هذه يعني دروس ورش عمل، ايوه ورش عمل في الشعر. فاحيانا خصوصا يعني الكليات او المدارس اللي فيها عنصر نسائي تجد الاسئله، ما اقول عليها محرجه، مش محرجه، لكن اسئله مركزه، اسئله يستفيد منها كل الحاضنه، حتى انا احيانا الاسئله هذه تفيدني، يعني تحس في نوع من الثقافه. فاحنا بحاجه الى مثل هذه الاسئله، بحاجه الى صياغه وحبكه السؤال الى او الى اللي هي إدارة الحوار في خصوصا في الشعر. يعني تجد المتابعين للشعر يسألون ايش اخر قصيدة كتبتها او ايش اول قصيدة، يعني اشياء
تجدها ممكن تكون مكررة. جميل جميل. بعوف خذنا القصيدة. طويل الجناح. طويل الجناح. هريحة كلي حافظنا. واحدة من الثنتين. لا نخليها في الأخير. ها نخليها في الأخير. هاي نخليها. عطنا اللي قبلها معناته. تضايقتي. تضايقتي مجرد قلت لك إني وراي أصحاب. أنا لو غبت عن عينك هنا كل شيء يرجعني. صحيح أن السفر متعة ونظرة وفرفشة أهداب، ولكن صورتك تفرض علي أحكام تمنعني أسافر. والمسمى سمسري وللأسف كذاب، لك الله طالما أني وحيد بدونك. إيش يعني أنا يعني إذا قالوا فلان الشاعر الجذاب أفتح كل زاريري وخلي الكل يسمعني. حشا يا سيدة عطر المكان، بدون ذكر أسباب أحبك لغة ده السفر أفلاك ترفعني. الله. بسافر بس لين أرضي غروري خلف هذا الباب، وأنا وبكل ثقة أدري بأن البعد يوجعني. عطيتك قلب ما يجرح قلوب ولا يذم أحباب، جيتيني مساء بارد يواسيني ويمتعني، وصارت هالمدينة في حضورش نرجسة وعشاب. ولا من جيت أسافر عنك رعب البعد يصفعني. سفر إيش السفر دا مش بعيد، والوجوه أغراب وآلاف الوجيه اللي تناديني تضيعني. دخيلك بس بسافر أبوصل لين هذا الباب. الله. وأنا كلي ثقة كلي ثقة في شيء رجع. الله الله الله. عذر هذا عذر. جميل. هذا طبعا فم العيال انكتبت. أي نعم. عشان الواحد ينتبه يعني. أيوة. لا عذر هذا. بعوف كثير تردد كلام ان الساحة الشعرية او الشعراء عمان بالذات يبتعدون عن لهجتهم في القصيدة. انا حضرت ندوة في عمان كانت في مسقط. أيوة. لا كانت في شناصة اتذكر. أيوة. المهم حضرت ندوة انه حتى الدكتورة ما أتذكر والله اسمها اللي كانت سعيدة خاطر. لا عفوا دكتورة سعيدة. لا لا سعيدة. فكانت تتكلم عن هذه النقطة حتى هي ويايبة أمثلة صوت يعني صوتية للشاعر وهو يقرأ بالقصيدة وبشكل العام يعني. فشو رأيك؟ هل صحيح أم أن الشعر هو لهجة نجدية ونبطية والمسميات هذه؟ شوف أنا أريد هالكلام اللي يطلع منك الآن يتوجه لكل من ينتقد. أيوة. ولكل من يستحي أنه هو الشعر يكتب ويقول لك أنا أخاف. أيوة. أنه يقولوا لي. وبالنسبة لشعراء عمان أنا ما قلت طبعا، أنت قلت في البداية قلت أنت تقول، أنا ما قلت. كيف شو تقول؟ شعراء عمان كيف؟ في بداية السؤال قلت أنت قلت بأن الشعراء عمان يتصنعون اللهجة. لا لا ما قلت. لا 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 أنا ما لا قلت. لا 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 أقول لك أنا نسمع نسمع. ويقال يقال أن شعراء عمان شوف أول حاجة يبتعدون عن لهجتهم في القصيدة يعني. أيوة عمان وأنت أدرى من غيرك يعني يمكن فيها أكثر من 60 لهجة. صحيح. فيها اللهجة القريبة جدا من اللهجة السعودية، فيها اللهجة اللي هي نفس لهجة الإمارات على نفس الخط. صحيح. منطقة الباطنة كاملة. صحيح. تقريبا إلى النص. نعم. فيها لهجة مختلفة نهائيا، فيها لهجة نفس لهجة اليمن، فيها لهجة قريبة من لهجة المغاربة المغرب العربي. فعمان تضاريسها يعني أنت لو تكلمت أو تحدثت بأي لهجة من اللهجات هذه أنت تبقى عندك هوية عمانية. حلو. بس يبقى والشعر يبقى أن أغلب الشعراء يعني اللي حتى إحنا نسمع. أيوة. أن أغلب الشعراء. أيوة. والله أنتم اللي ظاهرين. أيوة. تتكلموا بلهجة نجدية. أي بس ما فيها في القصيدة. في أيوة القصيدة. في القصيدة لكن. أيوة. لكن ما في تصنع يعني. أنا مع الشاعر اللي ما يتصنع، لكن إذا في تصنع حتى في شو معنات التصنع في هالحالة؟ التصنع أنك أنت تتغير حتى من شكلا ولا استيراد. لا لا حتى من مخارج الحروف. مخارج الحروف تتغير عندك. حتى الألفاظ نفسها يعني بعض الألفاظ ما موجودة معنا. مير الزمن مثل أيوة مثل مير الزمن. مير يعني كلمة مير يعني عمان من أقصاها إلى أقصاها ما عندنا مير. صحيح. يعني في أشياء هذه يعني بعض المفردات إحنا ما موجودة عندنا أبدا.
ما ممكن أنا أدخلها إلا مثل بين قوسين لما بتكلم بلهجة مثلا لهجة مصرية أو لهجة هذا موضوع آخر. شيء متعمد استعارة. لكن كلهجة شعر هي لهجة واحدة لهجة بيضاء لهجة وسطية. فبالنسبة لعمان مثل ما قلت لك عمان يعني متضاربة أو واسعة التضاريس واسعة متعددة اللهجات. جميل كلامك. يعني موضوع تعدد اللهجات هذا ممكن يغطي هذا الجانب، لكن ممكن يرجع واحد يقول لك شبعنا زي نسمع لهجة واحدة احنا في القصيدة ما أخذوا اللهجات الأخرى اللي موجودة في عمان. هذا التعدد لا 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 لا. وما سمعناها مع أن فيه اللي يعني ينغرس شوي في في الساحة الشعرية في عمان بيسمع لهجة جبالية في الشعر، بيسمع لهجة كل واحد سورية يعني بيسمع. شوف احنا معظم الشعراء اللي يظهرون معنا ترى هذه لهجتهم، هاي لهجاتهم. يعني ما عندك مثلا عندنا شعراء ظفار بس ممكن مخارج قصدك الجبالية مثل ما قلت لك اللي هي صلالة هي الجبالية لغة مش لهجة صحيح يعني لا لو قالوا في الشعر لغة كاملة مختلفة يعني مثل هم عندهم لهجة لغة مثل الشحوح عندنا مثلا اللغة هذه يعني مثلا هو لو كتب قصيدة بالجبالي أنا ما بفهمه وش يقول صح. يعني أنا أقصد المنغرس يعرف أن حتى في لغات ولهجات مختلفة حتى لكن إحنا نكتب بلغة وسط، فتجد مثلا الظفاري تميل تعرف أن الظفاري من صحيح من الألفاظ. إذا ما تصنع هو اللي من المنطقة الشرقية والباطنة إحنا نفس اللهجة أو قريبة ما تصنعوا هذه لهجتهم. فهي ما مسألة مثل ما تقول إحنا مثلا نتقمص الشعر النقدي أو غيره، ولكن لغة الشعر بيضاء. جميل. نسمع قصيدة أبو وف. مبلغ خيرة قبل الأخيرة. إذا توحق. هي لازم بالتليفون. أو تبغي تختم بس ب. لا بس في أبيات حلو. عندي. عندي ستة أبيات. أحبهن يعني. هذه من القديم ولا من؟ لا لا جديدة يعني من تقدر تقول من 3 سنوات. آخر مرة كتبت متى؟ آخر مرة؟ والله أظن قبل 4 أيام 5 أيام كاتب قصيدة. هذا اللي ما تبغى تتعدى. تبغى أقولها بقولها ما عندي. أخذ راحتك. يا سبحان الله راحت. أو شيء من اللي تحفظه مثلا. صبر شوي بس ثواني. مصر يعني. أيه يعني بس ما قدرت ألاقيها سبحان الله ما نصيبي. مو نصيبنا احنا. بس بقول واحدة غيرها. استغفر الله العظيم. هاي التكنولوجيا اللي بقولها هذه أول واحدة قدامي. تقول خلك يمين وشوف قدامك تلاقيني أنا، خلك يمين وشوف قدامك تلاقيني أنا متلهف لعينك لأني ما فقدت لها. أيوة أنا خلف السياج أشوف وش صاير لنا، من كم سنة أكتب قصيدة ضايع معناها، ما دام موعدك القلم والحبر ويديك المنى تعال وسع في هالعيون الغارقة ببكاها، وما دامك العشق القديم اللي يلم قلوبنا ليش التوارى خلف قضبان الخجل وهواها. أنا هو نفسه اللي في البدايات اعتنى فيك ومسك خيلك لين استدركت ممشاها، واخذت بأطراف الشمال هناك والناتج عنا القلوب لا جاها الندى لبت ولا أحد جاها، هذه القلوب تعيش لجل الغير خلف المنحنى وتراقب الموقف، وإذا ضاق الفضاء تلقاها تقبل على وضح النقاء حادي بدون أي غنى تشرح صدور الراحلين وضيقها يغشاها. وأنا واحد من المذكورة أسماهم هنا في جنة العشاق يخرب بيت من سماها، تراوحت
شخصيتي ما بين آهات وفنا واللي يصادف حالتي ما يسعده ملقاها للقادمين التائهين المتعبين من العناء. أنا هنا ما حد معي غير الجروح وماها. الله الله. عبد الحميد سؤال ونختم بالقصيدة. الشلات والشيلات والأغاني، اللي أعرف أن عندك شيلات ما شاء الله وتعاونات كثيرة، هل تعاونت غنائيا بعد؟ لا فقط شيلات. أيوة. من أشهر الشيلات واللي تعتز بها من كلماتك؟ سلام يا السلطان لفتر حيمة. سلام يا السلطان. أيوة. والله يحفظ السلطان. اللهم أمين. سلطان قابوس وجلالته يعني من الأسماء الكبيرة في العالم بشكل عام، مش بس العالم العربي، واللي دائما نتمنى له الصحة والعافية. آمين. والخير. آمين. ونقول له ولو أنها متأخرة عيدك مبارك يعني، وإن شاء الله أنك دائما طويل العمر وتبقى ذخر إن شاء الله على رأس السلطنة وعلى رأس الأسماء الكبيرة في العالم، مو بس إلا السلطنة. بعوف أنا أشكرك جدا، كان لقاء سريع وجميل وممتع للأمانة ومثري في نفس الوقت. وأتمنى أن تكون في لقاءات قادمة إن شاء الله أيضا معك بعوف يعني. ما أدري إذا كلمة تقولها قبل ما تختم، إحنا بنختم مع الموسيقى مع الخاتمة مع قصيدتك قصدي، فما أدري إذا بتقول كلمة لمتابعين يعني. لا هو بس ما بقول بيتين الكلمة هذه. إيه الكلمة بيتين. أيوه بختصرها يعني. ما غير البعد في وضعي ولا طبعي، الناس ناسي وأحبابي هم أحبابي، في سيرتي كنت أبسط من ملح دمعي، أجمع بقاياي وأتناثر على التراب، ينادوني الناس جاوب صوتهم ضلعي، واستيقظ النور في بابي ومحرابي، عنيت كيفي لجل ما ينطفي شمعي، وهدرت دمي لجل تذليل أسبابي، للشمس شمسي ولا زخ المطر نبعي، والملك لله كيف أكبر على أصحابي. الله الله. جميل جميل. مخرجنا بنختم مع القصيدة الأخيرة ونطلع معاها، بس تخلوها للآخر ما بتقصونها. حبيبي أنا أشكركم متابعينا الأعزاء ومشاهدينا الكرام، مستمعينا أيضا عبر إذاعة الفجيرة FM، على متابعتكم لهذه الحلقة، ومتأكد أنكم استمتعتوا بهذه الحلقة مع هذا الشاعر الجميل بعوف عبد الحميد الدحاني، الشاعر والإعلامي الرائع والمختلف، وأيضا بقصائد الجميلة اللي استمتعنا بها. شكرا للكادر الجميل، اليوم كان معنا المايسترو الأستاذ مان، وأيضا الأخوة اللي معاه من مصورين ومن كادر فني الجميل. شكرا لكم جميعا، نبقى مع طويل الجناح. لو لسه ما حد ولا الأوطان خط وشاح، بتشوفني بين هالحدين متعلق، ما قلت لك ان اللي وسط القصيده ارواح، وان القصيده معي ترتاح وتغلق، واني كبير بهيبتي، واني طويل الجناح، واني متى ما بغيت احلق احلق، كل الصحائف خذتني للعلو سلاح، لين ركضت من علوي شله الشله، قجابه ومسامير واوجه عاريه ورماح، وتاريخ فاضي غدت افكاره تزلق، هم قالوا اني مع الايام حملي طاح، وأنا قصيدي يعاندها ويتسلق أعطاهم الظهر، عفر بالتراب وراح شلة حثالة، تجي للناس تتملق ترسم كاريكاتير وقهقه وجراح، يلعن أبو شكل هذا القبح، يتفلق ويتناثر الصبح فيني والليالي وضاح رخ.